ولأننا نعيش اليوم ذكرى يوم التأسيس، فلابد أن تعود بناء الذاكرة بإطلالة مشرقة على الأزياء السعودية اللي حافظ عليها الآباء والأجداد لنستعرضها اليوم مع الأبناء والأحفاد. فمنذ أن أعلن الإمام المؤسس محمد بن سعود عن قيام الدولة السعودية الأولى كان التفرد والتميز في كل ألوان الحياة لمواطن هذه البلاد. تفاصيل أكثر راح نتعرف عليها عن الأزياء السعودية مع ضيفتنا عبر شاشة زوم دكتورة ليلى البسام، أستاذ الأزياء والمنسوجات التقليدية، ونقول لها يا هلا وسهلا فيك دكتورة ليلى. أهلا ومرحبا، مساء الخير. يا هلا وسهلا فيك ومساء النور، وجدا سعيدين اليوم أننا بنعيش ذكرى يوم التأسيس، ورح نتحدث أكثر عن الأزياء السعودية. طبعا اتفردت مناطق المملكة بالأزياء المختلفة بالنسبة للرجال والنساء، فلو تعرفينا على هذه الاختلافات وإيش اللي أثر عليها؟ الأزياء التقليدية في المملكة العربية السعودية لها سمات واحدة في المناطق المختلفة، وفي نفس الوقت في اختلافات بين المناطق تميز كل منطقة عن الأخرى، ولكن الخطوط الأساسية للملابس واحدة. يعني نجد أن الثوب الرجالي واحد، الثوب النسائي واحد، العباءة الرجالية والنسائية بنفس الخطوط، ففي تشابه وفي اختلاف أو تميز من منطقة إلى أخرى في نفس الوقت. جميلة دكتورة ليلى، المملكة العربية السعودية بمختلف المناطق من شمالها لجنوبها، المملكة واسعة وباختلاف الأزياء التراثية الموجودة فيها، حابين نأخذ أوجه التشابه ما بين اختلاف هذه المناطق لكن التشابه ما بين هذه الأزياء. أي نعم، التشابه نجد التشابه، فرضنا في أغطية الرأس للرجل الطاقية والغترة والعقال بجميع أنواعها فيها نوع من التشابه. المرأة نفس الشيء، كانت أزياءها التقليدية تتكون من المقطعة والدراعة والثوب والشيلة أو المسفع، ولكن نقدر نميز بين منطقة ومنطقة باختلاف التطريز وباختلاف الألوان واختلاف أساليب الزخرفة.